يقول السائل: ما صحة هذا الحديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ حديث غير صحيح، نص أهل العلم على أن هذا الحديث سنده لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح أن الصحابة قدوة. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الصحابة قدوة، اقتدى بهم لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم خير القرون، وهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقتدى بهم. لكن الحديث في ذاته ما هو صحيح، لكن يقتدى بهم من غير هذا الحديث، بقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذا اقتداء، فنقتدي بالمهاجرين والأنصار ونتبعهم بإحسان. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا اقتداء أيضا بالخلفاء الراشدين، وهم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، هم قدوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.